والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. جاريدو تكلون زيدو. صحة عيدكم أحبابي، نعاد عليكم بالصحة والخير والهنا. رمضان إن شاء نحزنوا عليه لكن نستناوه العام الجاي، وجانا العيد، عيد سعيد إن شاء الله. وربي إن شاء الله يا ربي تكون لقاكم بالصحة والهنا وملمومين مع الحباب. عيد عيد فرحة، عيد عيد حب، عيد عيد لمة أهل وأحباب. إن شاء الله يا ربي يلقاكم ملمومين، يلقاكم هذا العام بصحة جيدة. إن شاء الله يا ربي تكون فرجت علينا الأمور، كل واحد يكون ربي يفرج عليه، ودعاء اللي دعيناه هذا رمضان إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، يتقبل منا صيامنا، يتقبل منا صلاتنا، يتقبل منا كل أعمالنا يا رب يا رب العالمين. اليوم وصفاتنا وصفات عيد، وطابلتنا طابلة عيد، وما راحش نكون وحدي، راح نكون تكون معايا ضيفة عزيزة عليا، راح تتعرفوا عليها إن شاء الله، وراح نطيب لكم أكلات مضاري نطيبوهم إحنا في الغرب الجزائري. يلا بينا للكوزينة. شكون راه هنا معايا؟ نقدم لكم وهيبة. معكم وهيبة أختها صغيرة، إن شاء الله اليوم نقدم لكم وصفات مليحة ورانا معكم إن شاء الله. راكي كوزينتين درت شو؟ شوفي نسي بلي كاين كاميرات، رانا في الدار. أكيد 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 إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم إن شاء الله. أي إن شاء الله. نبداو؟ نبداو حبيبة. أنا واش خيرنا نديرو لكم اليوم؟ خيرناهم مع بعض هاد الوصفات. أكيد. الوصفة الأولى؟ خيرنا لهم حيرة بالتشيشة مليحة للهضم، مليحة نهار الأول ياكلوها على الصباح. الوصفة الأولى هي وصفة التشيشة. هاد الوصفة فعلا في تلمسان ياكلوها اول شيء، يعني كي يولوا من الصلاه يبدوا بها. هاد تيشه تاع الشعير داكور او هبه ناكلوها. علاش؟ يعني قبل ما ياكلوا غاتو، قبل ما ياكلوا اي شيء ياكلوها باش تقلع لهم، نقول لك تقلع لهم الدسم، تقلع لهم تو لي زيكسي اللي داروهم. انا بور مو بو رياليزي ان بونسمون، ديروا هذاك شغل ان بونسمون لي زانتيستان تاعهم، الامعاء تاعهم، باش ما يضروش. 30 يوم يكونوا على ريجيم ويتغير الريجيم، من الاحسن قبل ما ياكلوا اي شيء. عاده من عادات تلمسان، راح نشوفوها مع بعض. خليك تيا طيب يا تقول لهم اذا قالت اي راح معكم. عندنا التشيشه، عندنا الطماطم، عندنا الزعتر اللي هو الاساسي، عندنا البصل، صوص طماط، عندكم معنا سكنجبير وتفاح، وعندكم معنا الله. هنا عندنا الزعتر، كاين دو سوق تاع زعتر. كاين الزعتر هنايا اون فاريتي، هذاك الرقيق الرقيقه راه مطحون هنا، مطحون غبره. وهذا رميوه حكوه بيديكم، هذا راح نحكوه في التالي. حاجه واحده ثاني، التشيشه زعتر كنا شمخناها من قبل، شمخيها باش تشرب مليح. الله كي خيرنا هذه الوصفه صبغي تفكرتها. شوفي مش عارفه انتم، قال لي كي ناكل ببوش نعطوا له التشيشه، نقول لك باش نصوموه، باش نخوي له، باش يخوي هذاك، نقي له الامعاء تاعه. صاير هكا من ببوش، حنا راح نكونوا ببوش وراح ناكلوا التشيشه باش نخوي. بازكي خليك طيبه روحي. الخطوه الاولى اننا نقلوا البصله ونقلوا معها صوص طوماط. هذه مهمه جدا انك تقلي البصله مع صوص طوماط في الاول، اون تكنيك باش تنجح لك هذه الوصفه. ديروا شويه زيت. وازي حبيبي ديري زيت زيتون. الو الحاجه اللي مليحه هنا، شوفوا الوصفه ما فيها لا لحم، الدسم الواحد راح يكون فيها شويه زيت زيتون، ما فيها لا لحم والو، هي تجي كي من هاك. هذه المقادير اللي فيها هذا ما فيهاش اللحم، صعب بنينه بنينه بزاف، بنينه بزاف. ننصحوكم ديروها درك. هنا قلينا البصله في الزيت زيتون، وراح نديروا معاها طماطم مصبره. نعاودوا مع بعض، بصله، طماطم مصبره، عندنا الطماطم مسكرجه، عندنا هنايا اربع حبات، خمسه هكاك، خمس حبات. عندنا تشيشه على حسب عدد افراد العائله، على حسب. الو اختي الشامبيون في الاكل الاقتصادي، كي طيب قلت لي شاره زين، اسمي الحقيقي فاطمه، يعيطوا لي فاطمه، قلت لي تكثري بزاف لي زانغريديون، قلت لي ديري لهم ايميسيون وصفات زانغريديون كل وصفه ويجوا بنان اكيد. قلت لي تشوفي لما الجمهور ما تبانش طيبيهم بحب.
حسي طيبيهم بحب. احكي لي الوصفه اللي حكيتي لي اياها البارح. الباذنجان. قوليها. وصفه الباذنجان سهله، يكونوا عندك لي غاست، حبه فلفل، حبه طماطم، حبه بصل، شويه كفته باش تبني، فرماج. شحال كفته؟ غير كميشه. كميشه هذا مكان. تقسمي الباذنجان على اثنين، تشويهم في الفرن، تخوي الباذنجان. من بعد الاخرين طيبي الفلفل والبصل والطماطم حبة هذا ما كان، طيبيهم تقليهم كيما طيبي اون صوص كيما هاك، وطيبي الدجاج على جنب، ومن بعد تخلطي هذا. هذيك كفته تاع الدجاج اللي تحكي لي، كفته تاع الدجاج طيبيها على جنب. دونك نعاودوا مع بعض. عندنا حبه طماطم حبه بصله، حبه بصل، حبه فلفل. طرابيهم كامل، تميكسيهم من الاحسن. ديري لي زيبيس تاعك عادي، كركم، فلفل كحل عادي. واش هما عادي؟ فلفل كحل، كركم، ملح، وشويه زيت. تطحني الفلفل مع الطماطيش مع البصله، دير لهم التفاح نتاعهم، دير لهم شويه في الزيت يطيب. لوبيرجين الباذنجان تكون تشويه وتعاود تخويه وتضيفيه هذيك العشير نتاعو اللي تكون طايبه، تحافظي عليها وتضيفيها الخضره اللي كنت تحطيها. وعندك كميشه تاع كفته، احسن طيبيها بوحدها ومن بعد خلطي كل شيء مع بعض، وحبه فرماج وتخلطي وتعمريهم وديريهم في الفور، وبالصحه والراحه. قلت لكم ودير لك كميه هايله. توكلي توكلي وبالخصوص يموتوا عليها الاطفال. سي فري. ولادي يحبوها بزاف. بالمناسبه ولادها رؤى ونزار راهم عاد تشين صغار، دونك نسلموا عليهم بزاف. هذه الخطره وهيبه خدمت معايا. وهيبه ان شاء الله كنا عند حسن المستوى. درك هنا قلينا البصل، قلينا معاه الطماط. واش عندك؟ نزيدوا طماطم، طماطيش. تراكي راح لمسه رهيبه اليوم. انا نقولهم الماكله لازم تطيبيها بحب. كي ما طيبيهاش ولا بغى بمواد قليله وبشي قليل تخرج لك اكيد مليحه. تخرج لك اكيد مليحة. واحد تزيدي الثوم باش يطلق البنه. الو كميه الثوم هنا عندنا قريب راس تاع الثوم راه هنا. الحاجه اللي تاني مفيده في هذا الشيء علاش وحتى وتبغي تكثري على هذا الشيء؟ كثري علاش؟ لانه ستانوتي باكتيريان يقتل كامل البكتيريات اللي ممكن تكون عندك. التشيشه راح الفا كري ان بونسمون، وثاني الزعتر عنده فوائد كثيره. دوك هنا عندك طماطم، تشيشه، زعتر، وثوم، وهذه المواد كلها صحيه ولذيذه، وقلت لك راح تفيدك نهار الاول تاع رمضان. هذه عاده الانسانيه كاع الانسانيه، وقبل ما تاكل، قبل ما يتقهوى، وقبل ما سورتو في العيد الكاطو بزاف، والدار اللي تروحي لها يحلفوا عليك وتاكلي. دونك اكيد من الاحسن الدار اللي تروحي لها يحلفوا عليك، يحلفوا عليك وتاكلي، تحشمي وتاكلي غير حبه عن كل واحد. سي ديجا بون. من الاحسن ياكلوها صباح. دروك هنا حبيبي واش راح نديرو؟ هنا نزيدو التوابل. هنا عندنا سكنجبير، وعندنا الزعتر هذاك اللي يكون راقي دق. عند العشار تصيبيه، تصيبي ذاك الزعتر الورقه نتاعها صغيره يكون مطحون، بودره الزعتر، ويعطيك هذا الزعتر الورقه نتاعها كي من هاي. العشاب بحال حنا نشروها عند العشاب. الكميه هذه شحال ما ضفتي لها؟ ما ثاني الزعتر ثاني شحال ما درتي ما تضركش. حاجه اللي طبيعيه ما تخافيش منها. ما تخافيش منها. شفتي بلي وصفه اقتصاديه ووصفه جزائريه محضه. سيدتي سكنجبير واحد بس. ان شاء الله يا ربي يكون عيد سعيد عليكم، وعيد رحمه، وعيد حب، وعيد عيد يكون لقاكم بالصحه. شفتوا الصحه والهنا. نقول هذا هو، نقول هدي الملح في الكحل. اكيد فكرتي. فكرتك. هيا ديرو، نجيب لك انا المرقه. المرقه نجيب لك انا الماء. من داك الاساس فيها هو الزعتر، شغل الفلفل الكحل، الملح اكيد ما نستغناوش عليه. الخير ما ياثروش عليه. الخير ما ياثروش، الزعتر هو الاساس. الزعتر ايه. اكلنا جزائري والطبخ الجزائري غني جدا. غني ومتنوع، وكل ولايه وعاداتها وكل ولايه. الو هنا؟ مرقي قلت لك انتي كي طيبي اليوم. سي بون نديرو هذوك التيشه.
نخليوها شويه تغلي شغل دير بقبق شويه مليح وعاده ونزيدوا لها التيشه. التيشه قلنا نكونوا دايناها من البارح باش تشرب مليح وما تجيش في البنه تاعها كما نقولوا قاصحه ولا جميحه للهضم. بيتوها نعملوها مع اي صحه. قولوا لنا تشابوا ولا ما تشابوش هكا ميزونا مليح تشابوا ولا ما تشابوش. خلونا رايهم. خلونا رايهم هما الخوت فيهم ملامح، فيهم حاجه اللي تجبد بيناتهم، فيهم تبان لي كل خوت يتشابه. صح. اسكو كي تخرجي الناس يعرفوك يقول لك تشبهي الوحده؟ ما صافي با لونطون درت واحد لايف وفي لي كومونتير بقاو يسقسيوني باغي نسقسيوك وما قلتش باللي خوت شهرزاد ولا قالوا لي نسقسيوك ما عندكش اختك سموها شهرزاد؟ شوية تاع واحدة قلت لها شبه ولا تعرفيني؟ قلت لي لا شبهتك الوحدة وشوية طريقة الكلام عندكم شوية كيف كيف. قلت لها بالك أختي؟ قلت لها أختي الكبيرة بالك. ألو زيدي لنا وصفة واحدة أخرى تكون اقتصادية. كاين كاين كيما نديرو شخشوخة، شخشوخة تاع البصل والفلفل تانيك هذيك باللي يبقى لك، يبقى لك زوج بصل زوج فلفل طماطم شفتو في الصيف وشوية حار وديري لها الفلفل الأحمر. كاين شخشوخة كاين بزاف اللي ما يديرهاش الفلفل الأحمر، هي شباحها الفلفل الأحمر وكل شيء تقطعي خضر، بصلة خضراء فلفل خضر. ألو ما تبانش عليها حتى طباخة ماهرة. طماطم حكينا هاد الخطرة في الصيف عندها كابانوف كابانوف هوناين. شوف كل ما نعيط يقولوا لي عندها ضياف وكان عندها كان عندي ضياف بزاف. أنا كنت نخمم كيفاش كانت ترقدهم أنتم أولا واش كانت تطيب لهم كاع باش توكلهم كاع. ساعة الخاطر هذيك ساعة الخاطر طيبت لهم الأكلات اللي طيبتهم بزاف، طيبت الحريرة بزاف ومالغري كو الحمان والصيف كانت تاكلها كانوا ياكلوها. اللوبيا اللوبيا جوج بلاصوص والثوم كنت نكثر الثوم جات بنينة بزاف ويشهدوا لي. درت الطعام كل جمعة كنت ندير طعام وكنا نمدوا لكاع خطات ندير 3 تاع لي باكي خطره الحمد لله بزاف صوالح طيبتهم واقتصاديين زعما ويوكلوا بزاف. وي سي 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 كاين اكلات عندنا اللي يغرموا بزاف كيما الحريره ديري شويه 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 خضره شويه 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 ودير لك مع الخبز تتشبع. الحاجه اللي كانت مليحه كنا كلشي نجيبوه من الجنان، اللمسه اللي كان زايد على كاين جنان ماشي بعيد شغل غير ما كانش 300 اللي كنت الخضره اللي كنت تسبيها الخضره اللي الله يخلف على كل حباب كانوا يمدونا يزفطونا كي تكون عاده جديده يزفطونا سكرمه بزاف كانوا يزفطونا ومرحبا كاع اللي جا عندي مرحبا به ان شاء الله يا ربي نحي لنا هذا البلاء ويجوا مرحبا بهم عندي في الصيف ان شاء الله. وي با عندك غير كابانو صغير غير طعام كاع. مرحبا مرحبا بهم كاع كل خطره يجي واحد كل خطره يجي كريمه اختي كريمه بزاف. صحيح نديروا لها نرميوها والله تضيق في القلوب. وانا وخطرات كنت زعما ندهش ونقول زعما غادي كاع ياكلوا كاع ياكلوا ويبقى الخير و يقول لك مر اللي يوكل اللي يوكل خمسه يوكل 10 والضيف يجيب خيره. يجي والله غير يجيب خيره سي فري. هذه عندنا يعني الانسان الكريم واللي شبعان حتى لو ما عندوش وحتى لو كي يجوا عندها ضيف يقول لك شنو وكلهم لا بصح وتجي ماكلتها بنينه وتجي ماكله بنينه هذيك الماكله اللي تجي تاع كميه تجي بنينه. واه دوك هنا راه دير في الشعير راه الضيف فين عاودوا درنا بصله يضيفوا غير بشويه باش ما يحركوا باش ما يتعجلش باش ما يتعجلكش وباش ما يتكتلكش باش ما يديرلكش كويرات كويرات وضيفها لداخل وراها كي راه مشمخ ما غاديش يفتوق بزاف تاع الطياب ما يرفدش وقت كبير. وجربوها ويديروها ينوضوا كي ينوضوا كي ينوضوا باش نوجدوا السنه تاع القهوه وكاع يديروها ينصبوها. ما كانش وقت قصير نص ساعه وانت تكوني موجده صوالحك في الليل نص ساعه وانت حطيتيها وانت حطيتيها دوك قبل القهوه تنحط قبل يعني كنت جامي هضرت عليها من قبل قبل القهوه تنحط ياكلوها كي حتى الجوارين يسقسيوك مازال الجوارين يسقسيوك يقول لك طيبتي ولا نعطيلك حتى يعرضوا عليك. ايه كرم الجزائريين هذه يعرضوها عليك قبل انا انا هذه اللي ناقصتني في الخارج انك تخرجي وتغافري وناس فرحانه وناس تتسامح وناس الله يجمعنا دائما مع الحباب. اللهم امين اللهم امين. درك هذه راح نغلوها تغلي بهذا الشكل اوكي وراح
راح نرجعوا بعد الفاصل نكملوا الطعام ان شاء الله. نرجعوا بعد الفاصل نكملوا الطعام مع وهيبه. مرحبا بكم احبابي مره ثانيه وصحه، عيدكم عيد سعيد، عيد بركه، عيد خير عليكم، وان شاء الله يا ربي يكون لقاكم احسن صحه ويكون لقاكم ملمومين، خصوصا ملمومين مع العائله ومع الحباب. انا راني ملمومه مع الحباب مع اختي وهيبه اخر العقود. انا باش نقول لكم، قلتها لكم بلي اول مره منذ سنوات نهار اللي تزوجت في وقت رمضان هنا في البلاد مع العائله ومع الوالده ومعاكم. الحمد لله تلمينا فوتنا وقت مليح. صح، لانه يعني كل مره انا رمضان نفوتها في دارنا، بما انه كان الكونفينمون كنت خدامه هنا فوت رمضان هنا. من جهه اون فيت كيما يقول لك حاجه تفرح وما تفرحش. انا في حالتي لانه ولادي راهم رواحهم مع باهم وراهم عاد صغار كمان، بصح حاجه تفرح لاني فوتها مع الوالده وفوتها مع خواتاتي والحمد لله. شفنا وصلوا لوصفه الشيشه، تشيشة زعتر بنينة، ريحة الزعتر في الكوزينة أكيد راح تنفعهم صحيا. قولها لي قد ديروها. ديروها جربوها وتنفعهم حتى صحيا، مليحة ليهم إن شاء الله. واش الوصفة الثانية اللي راح نديروها؟ طعام. طعام نتاع معسكر، طعام معمر بالمعمر. الوصفة الثانية بنينة كثير وراح نقدموها بشكل جميل إن شاء الله. الطعام هو واحد والوصفات مختلفة عديدة تعددت الأطعمة والحب واحد ونحن نعشق الطعام والكسكس الجزائري بكل نكهاته، وراح نبدو إن شاء الله. وهبة لك الخطوة لك الكلمة ولك أنتي روح بس طلقي روح. أولا نديروا المرق تاعنا، أولا وثانيا وثالثا و... هلا أنتي دي المرقة وانا نشوف الطعام. نشوف الطعام كما في الدار يعني كل وحدة وحدة مش خدمة. زيت زيتون، انا دا زيت زيتون. تبغي بزيت زيتون؟ ناسوي دينا بيان سور كي نخدم سيغتو في رمضان المعاونه مليحه وكل واحد يدير حاجه حتى الطابلات. والعيد العيد خصوصا العيد المعاونه في رمضان، المعاونه في الكادو تاع العيد، حنا خواتات كاع يتلموا ويديروا عده انواع وما بعد يتقاسموا كل وحده تدي حقها. اكيد. الو دوك شنو درتي؟ درتي زيت زيتون؟ زيت زيتون بصل. واه سواقي لك دي عليه النار شنو ما غادي يدير والو. سيبو سيبو سولا شويه. فوالا انا هنا راح ناخذ كسكس القمح الكامل لانه صحي اكثر. دونك انا نعتبر هذه الاكله بنينه بزاف لانه هذاك التعمير اللي راح نديروه بالكبده تاع الدجاج باللحم المفروم غير شويه شويه بهذاك السميد اللي راح يتقلى. ايه الله يخليك كي تقدري قل لي شويه سميد داكو يعطي له بنه رائعه ومهوله. هنا راح ثاني شباحو اكيد الطعم باش يجي مليح يجي بالركبه. احنا دينا بالركبه يجي طعم وحده. طعم وحده هو دونك هنا هي راح تقلي في البصل، تقلي معها ثاني شويه صوص طوماط. نسمو نخلو البصل غير شويه يطلق الماء تاعه دروك. هنا نزيدو عليه درت الطعام، راح ندير له ملح وراح ندير له زيت زيتون ندهنو ومن بعد راح نشمخه. دونك كيما قلت لكم المقادير اللي عندنا، عندنا البصله، عندنا الرقبه اللي راح نديروا بها المرقه، عندنا كونسونطري طوماط، راح نديروا ملح فلفل كحل عكري فلفل احمر سكنجبير وراس الحانوت. بالنسبه للتعمير بيان سور عندنا الحميصه في المرقه. للتعمير عندنا غادي نحمصوا السميد. حمصي وهيبه الطون اللي تقلى لك حمصي، خلي على جهه ودي الجهه مقله، راه هي مقله. حمصي السميد، راح نحمصوا السميد، راح نطحنوا كبده تاع الدجاج نطحنوها شوي جوست اون بالا بغوي ان بو ونزيدوا لها اللحم المفروم ونخلطوها مع السميد نتاعنا اللي يكون مقلي. ديري كميه لاباس بها شويه. واه ديري كميه مليحه. واه درك هنا ديري من هذاك خدمتك مليح. شوف هذا تخيل. واه ودي السميد. دونك هنا قلت لكم راح نديرو في الفيلم اليمونتير وراح نطيبوه في البان ماري، نطيبوه مليح هو اللي راح نقدموه مع الطعام تاعنا. بالنسبه للخضر، الخضر حبيت نقدمها بشكل جديد. عندنا هنا لينافي اللفت مقطع دي باتوني كيما هاك، الكوسه القرعه والجزر. كي طيب لي هذاك المرقه تاخذ داك البنه تاع الحميتو ناخذ منها شويه ونطيب فيها الخضره. الوغ حنا تقول لكم اختي
الوالده ما تطيبش الخضره مع اللحم باش ما تخلطش مع بعضها واه. ما تقعد حاكمه روحها حتى كي تحطيها وتقدميها تجي شابه واللحم يطيب كي المحمر حتى البنه تاعها تجي مينا بزاف كيطيب بالخضره. دوك هنا راح نحط زيت زيتون وراح نملح وبعد نقعد نشمر فيه باش نطيبو كيما نطيبو الطعام عادي حتى الوصفه باش يبدلو شويه الطعام على الطعام العادي اللي نديرو الخضره الحمص صح ولا الطعام بالزبيب والبصل تبدلي شويه صح الو طعام بالزبيب والبصل هي هو ثاني اختصاص من اختصاصات في تلمسان نديرو بزاف نزيدو هنايا صوص طوماط هذا الشكل راح نشمخ مليح هنا الطعام راح يطيب فوق المرقة راح تبنو داكور هو راح ياخذ بنتها ويطيب في نفس الوقت اللي راح يطيب اللحم هنا نشمخو مليح ونخلوه ينشف بيان سور قبل ما نطيبوه كي ينشف لك تماما هذاك الماء يتشربوا راح نطيبوه على البخار كي هذيك المرقه تقعد تطلق البخار نتاعها حسبي 20 دقيقه لكل شاك كويسون لكل طهيه نعاود نحطوه في القصعه نشمقوه نخلوه ينشف وبعد نعاود نطيبوه المره الثانيه والمره الثالثه فوالا سي بون يتحمص لك سي بون الله يخليك وهيبه جبدي ديري كل شيء على راحتك تخدمي هنا تكملي في وقت واحد تكملي في وقت واحد ما تقلقيش باش تحمصيه بالخف ولا اكزاكتوم وكل في نفس الوقت راه عينك هنا الطعام ضروري راه متواجد في تقريبا كل الموائد الجزائريه اليوم واصيه المائده قولنا ثاني نتوما كيش ديروا واش تحضروا نهار الاول ما راح تزيدي اللحم نزيدو الرقبة الوغ التعمير تاعنا قلنا فيه السميد راح تحمص فيه الكبدة وفيه اللحم الكبدة واللحم ما يطيبوش من قبل راح يطيبو في الباماغي ولا على البخار وفيه كذلك ملح فلفل كحل وحبة بيض باش نطموه بيها هنا تشرب لي نزيد له شوية ماء الو الله يخليك نضيف شويه ماء باش ما يتنشفلكش كي تقلي شويه تزيدي لها الشيبه باش ما تنشفلكش ما تميهيش من الاول خليه دبر عاد راه يتقلى و ما تكثريش الماء بصلا ما تنحركش ما تكثريش الماء باش كي تدي التوابل ديريهم في خاطرك ما نزيدو دروك التوابل تاعنا نغيب شويه ما نكثروش هنا هايتي ملح فلفل كحل راس الحانوت بابريكا العكري راس الحانوت وسكنجبير الو قولي لي ما تبانكوش لي وهبه عندها صوت اذاعي راه باغي ندير الاذاعه عطونا رايكم نشوف نفسي في الاذاعه ها كون يعطوك مثلا فرصه تفوتي في الاذاعه واش ديري حصص نبغي حصص اجتماعيه نبغي نعالج فيها حصص على قالت لي راني باغيه لازم تكتب لي وبغي نديرها في فيسبوك باش تكتب لي وتطرح عليا المشاكل تاعها وانا نحاول نصب لهم حلول ياك اكيد نعاونو تعاوني اختك بالشيء اللي تقدري عليه صح نصيحه كلمه طيبه تجربه في الحياه ابتسامه صح مرات الانسان كيكون مغبون كلمه طيبه واو كانت تصيب غير اللي يسمع لك صح ويسمع لك وبلا ما يعاود هضرتك اكيد وي المشكل انك ما تعرفيش في منطقي ما تعرفي خذت تحاضري وتعاودي للناس باش كنت تكوني مغبونه وديجا فيك الهم تحاضري باش تفرغي تصيبي راسك في مشاكل واحدة اخرى وفي القيل والقال ايوي هنا حمصنا السميد تاعنا كي تشوفيه ولا في هذا اللون تصطفي عليه اه تخليه على جنب دروك طحني الكبده غير شويه دروك هنا هوب
صاي يشرب الماء هذاك ونشف مرق شويه روح تحمدو كان المرق راح نمرق بلاصيتي سي بو انا ماش بلاصينيشن ماش باس ولينا دوك هنا نمرق ديري الطعام يطيب فوقه اه باش يشرب النكهه تاعه نحلوها شويه سي بون ديروا في السلادي هلا وهنا راح ندير باماري اللي راح نطيب فيه المعمر تاعنا دونك هنا راح نزيدوا له السميد نزيدو له لافيون داشي اللحم مفروم نزيدو له السميد اللي راه محمصينو ونضيفو له حبه بيض ملح فلفل كحل وكفى تكملي الوصفه ولا نكملها لك كملي 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 راكي بيان راكي جايبتها كفته مع الكبده تمد ذوق رائع وي ها محتاجوش كميه كبيره ويغمرم هذا يدير لي كميه ما شاء الله عليها اختي العزيزه الحميصه 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 معليش خاطش الحميصه كي تكون منفخه ما تاخذش وقت كبير باش طيب اللحم هو اللي ياخذ فوالا وهنا ضيفي له السميد ملح فلفل كحل زي خلطي مليح هذيك الكبده تعطي ثاني بنه شابه وطراوه وصحه ليهم وصحه ليهم ما يهمش يديروا كميه كبيره نقولوا نعاودوا على حساب افراد العائله اكزاكتو كميه صغيره وديري تجربي الوصفه وديري بنه مليحه صح دي دابا السميد ندير غير شويه ملح نعاود نخلى سمين ديال كمية كبيرة ولا على حسب طيفي ونخلطو ونشوف تقريبا زوج كيسان خلي دوك خلطي دابو خلطي مليح يعطي ثاني بدنا شابة فعلا بدنا شابة وحاجة جديدة اكزاكتو فهذه وصفة تقليدية بصح ما يعرفوهاش بزاف في سائل الوطن في سائل يعني في كاع الجزائر ان شاء الله شحال لك حبه بيض شهرزاد نتمنىك تصوري العجايز الكبار يعطوك وصفات روحي لديارهم صح صح عندهم وصفات افتقدناها في هذا الوقت وي افتقدناها في هذا الوقت وراها تضيع بالوقت شوفوا غير هذه مثلا التيشه اللي درناها في الاول يديروها في الانسان ما يعرفوهاش ما يديروهاش تزيدوا سميد ولا بس زيدي شويه سميد بقى ديدي كاع الكميه اللي درنا وراح ندير لك ثاني زيت زيتون ملح دروك ودير فلفل كحل فوالا وراح نجيب ان بول باش ندير فيه با ماري سمحي لي حبيبه تقدروا طيبوه في الباماري تقدروا طيبوه على فابور كاين اللي طيبوه ثاني في المرقه نتاعو الكسكس القمح كامل طيبوا ثلاث خطرات والمرقه تاعك راح تطيب من تحته كل هذاك اللحم يطيب راح ناخذ ديك المرقه وراح نحط فيها هاد لي كاروت لي كورجيت واللفت يطيب فيها الشكل تاعها يجي جميل باش تقدميها وتطيب لك بالخف ويعني ساشون من بين باب التغيير ما غيرناش في البنه لكن غيرنا جوست في الشكل وطريقه التقطيع نتاع الخضره تاعنا قلت لك بهذا الحجم نتاعها فعلا ما تاخذش وقت بزاف حطي الجزر مع اللفت في الاول يطيبوا ما زيد لهم القرعه تربحي الوقت وتربحي النظره ايه تربحي النظره ايه سي بون دروك راح نبدلو باش الناس مع بعضهم واه
ديري على شكل بودة. ها؟ ديري على شكل. إيه. حطيت الكمية كلها. نعم. حطيت الكمية. لا نحطو شوية بشوية. شوية كامل. حطي هنا بسم الله. درك هنا راح نلفو عليه نزير من جهه ونحاول نضغط عليه وافوار كيكو شوز دو شاد راسه ونديروه يطيب تما كينا في الباماغي ونروحو كيما هاك حتى نكملو الكميه اللي عندنا حنا واش مضاي الوالده دير نهار الاول تاع العيد نديرو طعام صباح دينا الحلويات دير طعام بالمرمز دير طعام بالمرمز وبالزليف بالزليف بالزليف ولا اروع صح تعرف العيد الكبير اكثر العيد الكبير ثاني يوم العيد الكبير ايه الاول نديرو نحيي الوالده بالمناسبه وهنا نزير ثاني وانا ماشي كي من هاك ندير لي بودا هنا يا حبابنا ما بقى لنا والو قبل باغي نخلو وقت شويه ثاني للقعده تاعنا تاع الطابله الطعام راه يطيب كما قلت لكم نعاودوا شحال من خطره كي يطيب اللحم ناخذ المرقه وندير فيها الخضره تطيب اللي بودا تاعي راهم يطيبوا على البخار بعد الطعام يتقدم بالخضره باللحم وبهذاك التعمير نتاعو ونتلاقوا مع وهيبة على طاوله فطور تاع رمضان تاع رمضان جيت رمضان تاع العيد صحة عيدكم احبابنا ينعاد عليكم بالصحة والخير والهنا سعيدين احنا اننا شاطرنا معكم هذه اللحظة وعشناها معكم وتقاسمنا معكم مائدة العيد وحضرنا لكم احلى وصفات للعيد ضيفتي كانت اختي الصغيرة وهيبة مرحبا بك وهيبة بك مرحبا ومرحبا بنا عندكم تاني ان شاء الله ان شاء الله يكونوا خفاف عليهم ان شاء الله يا ربي وحضرنا اليوم واش حضرنا حضرنا كسكس بد معمر معمر وتشيشه تاع الحيره بتشيشه الحيره بتشيشه اللي ننصحوكم بها اول يوم رمضان بعد اول يوم عيد يعني واحد هذاك يقلع هذاك القهمه ويقلع هذاك وحتى ولا بغى ياكل القاطو ياكل براحته بعد كده ما ينضرش يعني راح يكون ان بونسمون والطعام تاعنا طعام الغرب ما شاء الله ولا عليه أروع. معسكر ولا اروع طعام تعمير تحفه تحفه بنا. تحفه الريحة راها تشهيش هناك ومعنا وحلويات العيد تشكيلة حلويات العيد اللي حضرناها مع بعض من القنيدات كاع القنيدات تاع الوالدة كعب غزال احسن شي كعب غزال بقلاوة كعقلة كندير بالقزرات وتخبيهم وحنا ندخلوا حتى وكنا نحسبوا شحال نديروا من نوع وكنا ما كانش اللي كان يدير قل مع شهر نوع لو قلت لها كنت عقلك كنا صغار كنا ندخلوا هي تدير قدرة شكون اللي كلا مانيش عارف شكون اللي كلا مانيش عارف واحد ما كلا بس هذاك القزر سيب نص رايح والبنه الحمد لله كما قلت لهم بكري كان الخير يعني اللوز القاطو تاع اللوز الناس كديروا عادي ما كانش يديره المسكين يديره اللي بخير عليه لانه كان على بارتي تو الموند كان كل وحده غير حنا تيديها مانيش حتى درك راهم وصفات بدون لوز بدون اخر وبنينه ويشبحوها غير بشويه لوز ان شاء الله يا ربي واش تقولي لهم كيف جاتك الكوزينه تاع اختك ما شاء الله والحصه تانيك روعه وفاتت مليح وان شاء الله يكونوا خفاف عليكم ونوركم المره الجايه ان شاء الله تعاودوا لي تجيبي لهم وصفات اقتصاديه ينتظرونا بمقادير قليله مقادير قليله نوعدوهم تجيبي لهم بيجي شحال تنقام لهم كل مره اكيد اكيد نعم صدقوني بلك انا نكثر شويه كي نطيب هي كتقول لي تقول لي بزاف بزاف تدي بزاف لا بصح فهمت بلي بزاف النظره بصح في الدار تقدري تتحكمي في اي مقادير زعما ديري شويه لحم ويخرج لك حاجه شابه وتخرج لك حاجه بيها. حاجه شابه هذه دائما الاساس هي الوصفه الاساس هي الوصفه الاساس هي الوصفه والمكونات اللي فيها وهذا يجي مع هذا مرات ما تبانش بلي حاجه تطيح مع حاجه وصح تعلمت وصفات بزاف سي اون بون اكسبيريونس والنكهات ثاني مرات تزيدي لها تفاوح تزيدي تفاوح محشاوش صح ممكن صح. يغيروا صح. كل البنه هذيك المهم سي اون بون اكسبيريونس تعلمت بزاف صوالح شكرا لك كي جاك الطاقم هنا ما شاء الله ما شاء الله روعه ولات عائلتك ثاني
تانية. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يدوم فرحتكم. تحية لكامل عائلتي وكامل العائلات اللي مشوفو فينا. نحبوكم بزاف بزاف وين ما كنتو، في الجزائر، في المغرب الكبير، في الوطن العربي، في الوطن الإسلامي، في العالم كل وين ما كنتو. على بالنا بلي راكم بزاف تتفرجوا فينا. صحة عيدكم، تعيدوا بالخير والهنا. تشيشتنا تشيشة بالهمة والطبع، والطعام نتاعنا ثاني بالهمة والطبع، والحلويات نتاعنا ثاني بالهمة والطبع. إن شاء الله يا ربي هاد المائدة تدخل عليكم بالخير وتلقاكم بالخير. احنا نقول لكم صحة عيدكم، صحة عيدكم، تعيدوا بالخير. سلام. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما. مكاين غير ماما اللي تعرف لها.